أهلا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بساط السفر، واللي بنتكلم فيه كل يوم عن دولة جديدة من دول العالم ونتعرف على معلومات أكثر عن هذه الدول وشعبها ونكتشف فيها أماكن سياحية. واليوم بنسافر لموطن العجائب، سواء العجائب الطبيعية أو العجائب الهندسية، وهي أكبر دولة في العالم من ناحية التعداد السكاني. تعالوا معي نتعرف على موطن العجائب جمهورية الصين الشعبية. جمهورية الصين الشعبية هي الدولة الأكثر سكاناً في العالم، حيث يفطنها أكثر من 1,450,000,000 نسمة. تقع في شرق آسيا. تتألف الصين من أكثر من 22 مقاطعة وخمس مناطق ذاتية الحكم وأربع بلديات تدار مباشرة: بكين ونياجين وشانغهاي وتشونغشينغ، واثنتان من مناطق عالية الحكم الذاتي هما هونغ كونغ وماكاو. عاصمة البلاد هي مدينة بكين والعملة يوان. سور الصين هو الوجهة السياحية رقم واحد في الصين، وهو عبارة عن سور يمتد من تشينهوان تاغاو إلى مقاطعة كانسو ويضم أبراج المراقبة، واللي يعود تاريخ بعضها إلى القرن السابع قبل الميلاد. المدينة المحرمة، وهي تضم أكبر وأهم مبنى في دولة الصين، قصر الإمبراطوري، واللي تم بناءه سنة 1420 كمسكن للإمبراطور مينغ وتشينغ، وتحيطها طوفة يبلغ ارتفاعها حوالي 10 أمتار مع مجموعة من أبراج المراقبة. جيش الطين، وهو جيش تم اكتشافه في سبعينيات القرن العشرين، وصفوه بأعظم اكتشاف أثري في تاريخ الصين. وهذا الجيش مكون من حوالي 8000 محارب بالحجم الطبيعي للبشر، مع حوالي 520 حصاناً وأكثر من 100 عربة. القصر الصيفي الإمبراطوري، وهو قصر يقع في وسط 700 فدان من الحدائق الجميلة، واللي تعد من أكثر النقاط جذباً للسياح في البلاد. القصر عبارة عن هيكل من ثلاثة طوابق، وتم بناءها في عام 1891 من قبل العائلة الحاكمة للصين. نهر لي، هذا المكان حق اللي يحبون الأماكن الريفية واللي فيها جمال طبيعي. نهر لي هو نهر يمر عبر مجموعة من المناظر الطبيعية الفريدة وعبر التاريخ، وجذبت لها وايد من الشعراء والفنانين، وكانت موضوعاً لعدد من القصص الخيالية والأساطير. وأهم نشاط تقدرون تسوونه بالنهر هو القيام برحلة بحرية على طول النهر والاستمتاع بجمال الطبيعة. حدائق تشينغدو، إذا زرتوا الصين ما تقدرون ما تروحون هذا المكان، لأن فيه أجمل الكائنات، واللي هي حيوانات الباندا المهددة بخطر الانقراض. وتقدرون تشوفون الباندا في كل مكان بالعالم في حدائق الحيوانات، بس في الصين تقدرون تشوفونه في بيئته الطبيعية. نهر اليانغتسا، وهو نهر يقدر طوله بحوالي 6000 كيلومتر، وهو أطول نهر في الصين، وأكيد هو أحد أبرز المعالم السياحية في الصين، واللي يزورون السياح عشان يجربون
الرحلة البحرية في ثالث أطول نهر في العالم بعد نهر النيل ونهر الأمازون. الحدائق الكلاسيكية هي واحدة من أفضل الحدائق التاريخية في العالم وأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في الصين، والحديقة تم إنشائها في سنة 1800 وتقدر مساحتها بنحو 7 فدان، وتضم الحديقة مجموعة من أنواع النباتات ومسبح وعدد من المباني التاريخية وبستان من أشجار الفاكهة. قصر بوتالا التبت هو قصر بنوء كحصن، وتم فترة طويلة كمركز للقوة السياسية والدينية في الصين، بس اليوم هو من أكثر الوجهات جذباً للسياح، ويقدر السائح يستمتع بوايد أشياء ومنها اللوحات الجدارية واللي تصور تاريخ المنطقة والقصر. حديقة تشانغ جياجي الوطنية للغابات هي موطن لمجموعة من العجائب الطبيعية واللي ما تلقونها في أي مكان ثاني، وهذه الحديقة هي أفضل مثال على هالشيء من العجائب اللي فيها مجموعة من التكوينات الصخرية الفريدة الشبيهة بالأعمدة واللي تشبه المناظر الطبيعية اللي تطلع في أفلام الخيال ومنها فيلم أفاتار. والحين أعزائي المشاهدين خلونا نطلع مع هذا التقرير ونتعرف على أبرز عادات وتقاليد جمهورية الصين الشعبية. أبرز عادات وتقاليد جمهورية الصين. تتميز الصين بمجموعة من العادات والتقاليد، من أبرزها فنون قتال الكونفو، والصين هي موطن للعبة الكونفو، وتعتبر الكونفو نمطاً من أنماط القتال الشرقي في الصين، كما يعود تأسيس هذا الفن إلى منتصف القرن 17. مهرجان قوارب التنانين يقام في اليوم الخامس من الشهر الخامس حسب التقويم الصيني، مهرجان ضخم لسباق قوارب التنانين، وبدأت هذه العادة منذ عام 2000 ميلادي. اليوم الوطني يقام احتفال اليوم الوطني في الصين في الأول من تشرين الأول في كل عام، وتعلن فيه العطلة الرسمية في كافة أنحاء البلاد، فتقام المسيرات العسكرية كل 10 سنوات احتفالاً بذكرى تأسيس الجمهورية، كما اعتادت الحكومة الصينية على إظهار الفرح من خلال إطلاق العيارات النارية وإقامة الحفلات الموسيقية، إضافة إلى بعض الأحداث الرياضية. عادات الطعام، يعتقد الصينيون بأن للطعام أهمية عظيمة في إيجاد التناغم والانسجام بين الأفراد، لذا لابد من الاستمتاع به دائما، كما يميل معظمهم إلى تسوق الأطعمة الطازجة يوميا للطهي، وجرت العادة لديهم أن يكون الاهتمام الأكبر بمذاق ورائحة ومظهر الطعام حتى لو كان ذلك على حساب قيمته الغذائية. يتميز المطبخ الصيني بكثرة ألوان الأطعمة وأشكالها ومذاقها الشهي. تدخلت العديد من الخضروات المشهورة في البلاد العربية بشكل كبير في المطبخ الصيني، كالفلفل الأحمر الرومي والبازلاء والكرنب والقرنبيط والخيار والبصل الأخضر والبطاطا وصلصة الصويا وكذلك الأرز. لا يشرع أي شخص بالقيام بتناول الطعام حتى يحضر كافة أفراد العائلة، دائما ما تتميز مائدتهم بوجود الأرز والعصيدة والحساء، فعادة ما يتم في البداية تقديم الطعام لكبار السن والشباب، ثم الرجال والأطفال والنساء. أما في بعض الأماكن فتقوم الأسرة بتناول الطعام سويا، وعند البعض الآخر يأكل الرجال والنساء بشكل منفصل. يعد الشاي المشروب الأكثر شيوعاً بين الصينيين، إذ يقدم الشاي في أغلب الأحيان قبل جلوس الزبون أو بعد جلوسه مباشرة، كما يمكن شرب الشاي أثناء تناول الوجبة، مع أنه يتم في أغلب الأحيان تقديم الماء، ومع ذلك يبقى الشاي هو المشروب الأكثر تقديماً. في بلد العجائب وتعرفنا على أماكنها السياحية وعاداتهم وتقاليدهم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا مشاهدينا في هذه الحلقة، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، ونقول لكم مع السلامة. أي جاهزة ونتعرف على معلومات أكثر عن هذه الدول
الدول، باب البحرين بحبين، وتضم ثلاث أهرام. كنت بسولف مصري. وهي من أهم النوافير الموسيقية الراقصة في المدينة. زين نطرق ماما، لا ماي، لا لا ترى بنصور. واللي تقع بالقاهرة في هضمة الجي، هضمة هضبة. اليوم نحن نتعلف تصاعد ولا بالتلفريك المؤدي إلى مرتفع ليش دبا يعني، وجوها بعد متنوع لكل ولاية جوها. اليوم مسافر إلى مملكة السويد. أبايه السويد، وجوها معتدل طوال العام، طول العام. نعم شنو راح يتم الأول؟ نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة ونقول لكم مع السلامة.